وكذلك بطبيعة الحال فإن السير إلى زيارة الحسين عليه السلام أيضا شوكة في عين المستعمرين عامة وإسرائيل خاصة. النقطة الأولى، إننا عهدنا الاستعمار والمستعمرين منذ وجدوا يكرهون الإسلام الخميس والمذهب الجليل ويكيدون ضده مختلف المكائد والدسائس ويريدون إضعافه بكل وسيلة ويكرهون القيام بشعائره وطقوسه ويحاولون تقليدها إلى أقل مقدار ممكن بل إلغاؤها بالمرة بما في ذلك مواسم الزيارات وإصدار الكتب والنشرات وإلقاء الخطب والصلوات. ومن هنا كانت صلاة الجمعة شوكة في عين المستعمرين عامة وإسرائيل خاصة لما كان وما زال فيها من عز المذهب والدين وهداية الناس والتسبيب إلى لم الشعث وجمع الكلمة على الحق. وكذلك بطبيعة الحال فإن السير إلى زيارة الحسين عليه السلام أيضا شوكة في عين المستعمرين عامة وإسرائيل خاصة. ومن الواضح أنه يكون مشمولا لقوله تعالى وما تطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لكم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.